ما في حاليش وداري ما يتقان ما يتعاون الى ربي تبارك وتعالى. المحسنات ضرب ربي تبارك وتعالى اتنحفظ اتنحفظ ربي تبارك وتعالى. نفرح ريد نفرح سرسن يلا نفرح انا وراك لي اتيك نفسك غادي كتفتح لنا في دق شقاي شويه اللي غانا الحمد لله كاع منا حتى كورينا شكون حشمه الحمد لله عندي خير. نشكل المنظمة ديال الجمعيات الفيدرالية ديال الزويمان كيزري غير جيت زري غدار غير التاريخ العام اللي يزرين تقول شاش كتسكر سكر حتى انا رانا الراميد كتصيف كاين رانديفو شهور خطرو زانت من بعد اللي خطو شكل القافلات استاذ عنيزة اجل الحمد لله انا فرحت شنو عرفت نتشكر عرفت نتشكر 100% ست اجاشني زاد ربي يرسل الخير اجاشني يكمل ربي شوفوا لك اللي ياسين نتمنى اشكور كان جيت ندري واش يعني زمان نحسن كني غير كاد غير المنطقه نتاعنا خصها تانا سيات تانا جميع المسائل فيدراليه جمعيه تنزويم بشراكه مع جمعيه القافله الجراحيه اللي المقر ديالها في الدار البيضاء وبدعم من العماله ديال اقليم تارودانت والمجلس الاقليمي ديال تارودانت والمندوبية مندوبية الصحة ديال تارودانت والحمد لله الأمور دازت في أجواء يعني ميسرة الأمور كل شيء داز داك الشيء مزيان لي باسيون جبناهم البارح من هو القاضي تم تخصيص حافلة اللي مشات جابتهم اللي لقينا مثلا في المنطقة ديالنا خاصينهم عمليات ما يمشيش داك الجهد ديالنا هكاك يعني ضروري نكملوا المسيره ديالنا باش يديروا لي زوبيراسيون ديالهم وبدينا كنقلبوا واحد الاخ نيت معنا في لا فيديراسيون هو اللي كان يعني وسيط ما بين ديك الجمعيه وتقريبا عام اللي طلب كنا في لي صدات طونت عام تقريبا يعني كانوا عندهم مناطق بزاف حيث كيمشيو يعني المغرب كامل وكيمشيو حتى لافريقيا. الدكتور خلوفي الحبيب رئيس الجمعيه القافله الجراحيه واختصاصي في جراحه الانف والاذن والحنجره. بدعوة وبشراكه من فيدراليه تنزويما باقليم تارودانت وبشراكه مع وزاره الصحه ومندوبيه وزاره الصحه بمدينه تارودانت قمنا بعمليه بحمله طبيه جراحية متعددة الاختصاصات تشمل اختصاصات جراحة الجهاز البطني وجراحة النساء وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الأطفال.